54 ألف تصريح خاص بالممتلكات للمنتخبين المحليين وما يزيد عن 6000 تصريح للموظفين الساميين هو ما استقبلته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته منذ سنة 2016 إلا أن هذا الرقم يبقى جد هزيل مقارنة بما تسعى إليه الهيئة تلزم كل الموظفين العموميين بالإكتتاب أو التصريح بالممتلكات. وهذا عند مباشرتهم لمناصب- لمناصب عملهم. أو إذا كانوا منتخبين عند بداية عهدتهم الإعلام هنا يلعب دور كبير الإعلام الذي تقوم به أي لا <applause> معنى التحسيس وإفهام الناس بأن هذه ليست سيفا مسلطا على رقابهم وإنما مساهمة لأنه قبل الوظيفة العامة وقبل أن يسير العام فيتحمل قدر من المسؤولية وهو أن يكون فقط يعني شفافا في عمله صعوبة استغلال الكم الهائل من التصاريح بالممتلكات المودعة لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومتابعتها تعد أحد أبرز إشكالات التي طرحت خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أين ستفعل أرضية إلكترونية لتسهيل دراسة ومعالجة التصاريح لم يصبح مشروع بل هو في نهايته وسن نفرج عن هذا الامر قريبا ان شاء الله ان هناك توتن سيستم انفورماتيك داتا سنتر اللي راح يتلقى هذه المعلومات عن طريق الاعلام الاهلي تصبح اكثر فعاله ومسرعه في تحليلها لهذه المعلومات وتسعى الهيئه الوطنيه للوقايه من الفساد ومكافحته بدايه من العام المقبل لاستقبال نحو 100 الف تصريح خاص بالاعوان العموميين الذين يشغلون مناصب معرضه للفساد